وللحديث عن الموضوع معنا من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى. دكتور عبد القادر، بداية مرحبا بك. هلا حدثتنا عن الحملة الأخيرة للمنظمة في مدينة الفلوجة. نعم، شكرا جزيلا. بالحقيقة لا بد من البداية من التنويه على أن المدينة بحمد الله تشهد في نوعا من حالة التكافل الاجتماعي وانتشار روح التعاون بين أهالي المدينة في صورة تدعو إلى الفخر والاعتزاز، حيث يعني يجود كثير من المحسنين للتبرع وتقديم المساعدات الإغاثية ومن السلات الغذائية وغيرها على العائلات المتعففة في هذه الظروف التي يمر بها البلد والمدينة، ومراعاة حال كثير من العائلات من ذوي الدخل. وتأتي هذه الحملة للمنظمة، منظمة مصر للإغاثة الإنسانية والتحقيق، والمساهمة بشكل فعال في هذه الحملات وهذه الجهود الإغاثية. فكانت هذه المبادرة الثانية للمنظمة في توزيع السلات الغذائية، وكانت في منطقة شمال مدينة الفلوجة في منطقة سكنية، مجمع سكني يضم تقريبا 300 عائلة موجودة في من أصحاب الدخل المحدود والعائلات المتعففة. وتم توزيع هذه السلات الغذائية لعدد من المواد الغذائية الضرورية لهم، وكانت هذه ضمن الحملة الثانية. كيف كانت أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود في ظل يعني حظر تجول مفروض؟ نعم، بالحقيقة يعني الأمور يعني صعبة بكثير. من هذه العائلات توقفت حياتهم بالنسبة للعمل، و يعني لمن كان يعني لديهم أصحاب الحرف والصناعات، وهؤلاء يعني أصحاب الأجور اليومية، و يعني أثرت هذه الأزمة وهذا الحظر التجوال أثر على حياتهم وعلى مصدر رزقهم، فكان لابد من الوقوف معه وتقديم الدعم والمساندة. كثير منهم لا يستطيع أيضا الوصول إلى داخل المدينة بسبب حظر التجوال والتبضع، وأيضا صور يعني المعاناة ويعني الصعوبة التي يلاقونها. فتكفلت يعني المنظمة بإيصال هذه المواد الغذائية إليهم ودعم هذه الأزمة. وبطبيعة الحال هناك أعداد كثيرة كلما طالت وهذه الفترة من الحظر التجوال يعني تزداد معاناتهم، ينفد ما لديهم من المواد الغذائية، فبحاجة هم إلى دعم أيضا مستمر في الأيام القادمة. دكتور عبد القادر، هل هناك خطط مستقبلية للمنظمة لإدامة دعم هذه العائلات في إطار استمرار أزمة كورونا؟ بالتأكيد، يعني هو القضية الرئيسية التي يحتاجون إليها هي المواد الغذائية. يعني فهناك إن شاء الله ستكون للمنظمة حملات أخرى في مناطق أخرى في المدينة وفي أطراف المدينة وفي المناطق الأخرى في المحافظة الأخرى، المدن الأخرى التي تشهد نفس هذه الظروف. تكون هناك مساعدات إغاثية وإنسانية مستمرة، وتواصل عمل المنظمة، وهذا هو عملها الرئيس والأساس للمنظمة، تقديم الجهد الإغاثي الثاني وكذلك إلى القيمات المفتوحة. يعني ستكون لدينا إن شاء الله هناك مشاريع وحملات قادمة لدعم هذه العائلات وتقديم الجهد الإغاثي والإنساني بما تستطيع. طيب دكتور عبد القادر، دعوات أممية لضرورة عودة النازحين، يعني كيف تصف أوضاع النازحين في ظل هذه الظروف؟ بالتأكيد معاناة مستمرة. يعني هناك سنوات يعني هم بعيدون عن مناطق سكناهم. هذه الدعوات لم تلقى إجابة أو رد من الأطراف الجهات الحكومية المعنية بإعادتهم. كثير منهم وقفنا على معاناتهم وناشداتهم بإعادتهم منازلهم. التأكيد أيضا زادت معاناتهم بسبب هذه الظروف، وربما صعوبة الوصول كثير من المنظمات إلى خيام النازحين، ويعني تعدد
الواجبات لهذه المنظمات، و يعني معاناة النازحين تكون أكثر بطبيعة الحال، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى النظر في قضيتهم التي طالت لسنوات عديدة وما زالوا في هذه المخيمات للأسف الشديد. من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى، شكرا جزيلا لك.